بسم الله الرحمن الرحيم، احبائي متابعين السباكه، ان شاء الله هنركب معانا خلاط المطبخ باذن الله النهارده. بنحاول ان احنا ننظف حوالين الطبات زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هو لو هي مفيش حوالين منها اسمنت بنحل على طول، ولو لقينا اي اسمنت ما بين الطبه وما بين حرف البلاط بنحاول ان احنا ننظفه من فك زي كده بالراحه، وبنشيل اي بواقي من التفن او الشعر اللي موجود من اثر الطبه معانا. دي حنفيه كنت مركبها عشان خاطر تشطيب الشقه بتاع الصناعيه المحاره والبلاط وكده، يعني يستخدموا منها ميه. دي في حرف في اسمنت جاي على حرف الكوع من الخارج، عشان لما نيجي نربط الوصله معانا او نربط الكرانك معانا ما يعكسناش يعني. طبعا شايفين بقى التفلون ده الشعر اللي كان مربوط بالحنفيه. احنا ممكن نفتح المايه، بس المشكله ان المايه مش هتنزله لانه داخل ما بين السن النحاس بتاع الكوع من الداخل، بيسيب اثر موجود فيه يعني بعد ما بنيجي نحل، فلازم نشده بالراحه نطلعه واحده واحده كده، لان احنا شايفين ان الفلتر بتاع الخلاط بيبقى الاخرام بتاعته ضيقه جدا، كل الكلام ده يخش عليه ويسده وبيضعف معانا الميه بعد كده. اول حاجه بنحط الخلاط برضه على الفتح المخارج بتاعتنا، بنشوف المسافة طالعة معانا مظبوطة ولا لأ. طبعا عندنا الفتحة كبيرة حوالي سنتي عن فتحة الخلاط، حوالي 16 سنتي ونص. دي الوشاش بتاعة الخلاط معانا والكرنكات اللي هي النحاس، في ناس بتسميه الصية وفي ناس بتسميه كرنك على حسب بقى الأماكن والمسميات يعني. بنحط الكرنك على الفتحة معانا، وبنحط الوش النيكل لأن الوش ده عريض شوية، فهنشوف الجزء التلات أرباع بتاع الكرنك هيجيب معانا صامولة الخلاط ولا مش هيجيب. لو احنا لقينا المسافة معدي حوالي 1.5 سم او 2 سم خارج الوش النيكل بعد الرباط ان شاء الله هيجيب معانا. طبعا كرنك النحاس ده يعتبر اعلى حاجة، حاجة ممتازة جدا، شايفين طبعا طوله وبيبقى محمل، لان في كرنك نحاس بيبقى ضعيف وفي كرنك بيبقى محمل جامد يعني، فبترجع لجودة الخلاط. بنلف على السن اللي هو النص بوصة، هنجرب برضو، هجرب كده عولة بحيث ان انا اشوف المسافة هتجيب معانا ولا لا. بس المسافة العولة معانا هتبقى بارزة عن الحيطة شوية مع طول الكرنك، فالوش مش هيخدم معايا على الحيطة. لو انا عندي الجزء ده خارج شوية او العولة بارزة عن وش البلاط، في الحالة دي ان الوش النيكل اللي انا بربطه ما بيخدمش كويس معايا. انا هنربطه ان شاء الله من غير وصلة، من غير عولة يعني. والجزء اللي هيتبقى معايا في التلات ارباع من السن ده هو بعد ما اربط الوش النيكل، لو حتى بقى صغير شوية ممكن ان انا اضيف كاوتشيتين اتنين داخل الصامولة، بحيث ان الصامولة ما تحتاجش مسافة كبيرة خالص يعني، لان ده اهم من ان الوش يبقى فيه فاصل بينه وبين الحيطة، لان احنا عارفين ان بيبقى فيه مجرد ما الوش عدى من الجزء التلات ارباع ده بيقوم ساقط في الكرنك كده لو هو ايه بارز عن الحيطة. مجرد ما عدى الجزء التلات ارباع ده هو انا هنبص نلاقيه نزل في الوصلة اللي هي النص بوصة اللي ما بين السن التلات ارباع والنص بوصة، في الحالة دي مش هيثبت معانا. هنربط الكرنكات طبعا احنا لفينا، عندنا بنلاقي فيه صامولة او بنلاقي حتة مبططة كده بنربط منها، ده مفتاح بلدي. طبعا اتكلمت ان في ناس بيسألوني على مقاس المفتاح اللي بيربط الكرنك ده،
كل كرنكي بيختلف عن التاني. يعني عندنا هنا في الكرنكي ده عشان طويل عاملين جزء مبطط في السن التلات ارباع ذات نفسه، في اخر السن التلات ارباع من الاخر عاملين فيه جزء مبطط كده بحيث ان انا ايه نربط منه. في كرنكات تانية بيبقى الوصلة اللي ما بين السن التلات ارباع والنص بوصة اللي هي بيبقى فيها الدوران معانا، دي اللي بيبقى فيها بتبقى معانا مبططة بحيث ان انا اربط منها، فتتربط معانا في مفتاح 14 او 15. ده معانا مفتاح 22 رابط معانا في السن التلات ارباع. ام برضو بنجرب برضو معانا ممكن ان انا برابط الكلام كده هون، ولو انا محتاج اجيب لفة كمان بيجيب معانا مفيش مشكلة، لان احنا عندنا السن بتاع الكوع من الداخل بيبقى طويل معانا. اهم حاجة ان انا الف تفلن كويس وازود فيه بحيث ان هو ضعيف معايا ويدي عزم في الرباط. وبعد ما نلف نحاول ان احنا نمشي ايدينا على السن على نهاية السن كده اللي هو عليه التفلون بحيث ان انا اطبعه كويس، عشان بيبقى برضه مهما كان بيبقى مهوي اثناء الرباط. فلما بنضغط عليه كده بعد ما بنلف بيتكبس معانا على السن كويس، لان لو بقى مهوي جامد مع الرباط هيتراكم جزء منه هيمشي قدام السن وانا بربط، مش هيخش معايا جوه السن بتاع الكوع اللي في الحيطه معايا. طبعا خلينا كده وش الكرنكات لبعض عشان الفتحه عندنا واسعه، فبنخلي الدوران ده الاتنين وشهم الاتجاه بتاعهم في وش بعض، هي ايه بيصغر معانا الايه يلم معانا الفتحه. طب لو انا عندي الفتحه دي بخلي الوش الدوران ده لبره، هيدي برضو معانا الميزة الحلوة في الكرنك ان هو الدوران ده بيظبط معانا تركيب الخلاط، ونجمع من السخن شوية من البرد شوية، برضو ما نحاولش ان احنا نربط الاتنين مع في يعني ده لوحده وده لوحده بحيث ان الخلاط يخش في مستوى عدل معانا، لان انا لو جمعت ناحية خالص والناحية التانية معلقة عليا ممكن تطرشق معايا الصامولة، فما ينفعش ان انا اربط ناحية خالص واجمد عليها وبعدين اربط الجنب التاني، لازم الاتنين مع بعض، لان الصامولة مهما كان البوش اللي فيها مش ياما بتبقى محكومة في جسم الخلاط. طبعا ده تلات تكات معانا، يعني في تلات مراحل في المية، بس للأسف هو مفيش ضغط مية جامد، ما فيش مضخة لسه ركبت موجودة يعني في المنزل، المية شغالة عادي بالراحة. ده في الدور الاول، ده اول علوي. برضو الصامولة دي للقنطرة قطع غيرها برضو موجودة متوفرة، بنحاول ان احنا واحنا بنربط نحاول نضغط عليها عشان هي بتخش معانا كبس مع الرباط، لان الصامولة ثابتة يعني مش ثابتة ان هي ما بتلفش، لا هي بتلف بس محكومة، غير القنطرة التانية فيها قناطر بتبقى موجودة الصامولة بتطلع وتنزل زي اللي بتبقى في القايم بتاع الدش، بننزلها ونطلعها مجرد ما بنضغط على القنطرة بتخش بجواناتها جوه، بعدين ننزل الصامولة عليها ونقفلها، فبتبقى يعني سهل عندي شوية. فما ضغطناش عليها مع الرباط كده مش هتربط الصامولة، مش هتربط معانا. ونروح نحاول نربطها يعني بإيدينا ما نجمدش عليها بعيدة ولا حاجة. طبعا الانطره اللي عليها دي لو احنا حبينا نشتريها بنقول له مثلا عايزين انطره لعبه وزه او فيها مسميات برضه تانية، دي بتبقى الانطره العاليه بتركب في المطابخ عشان تبقى رايحه في الاستخدام، يبقى في مسافه. جودة الخلاط برضو ما بيكون ممتازة يعني كويسة، بيبقى جاي معاه شهادة ضمان. طبعا عندنا المسافة هنا زي ما انتم شايفين 15 سنتي، وده المقاس المناسب في حالة انني حتى لو مركبش انطرة عالية برضو بتبقى كويسة المسافة بتاعتها، ما ينفعش تقل عن 15 وما ينفعش تزيد برضو عن 20 اقصى حاجة. انا شايف ان 20 بتبقى كتير، لان ساعات بيبقى في مطبخ قطعة مطبخ متعلقة فوق، فالمسافة هتبقى ضيقة معانا ممكن تحوش في الأنطرة معانا بتاعة الخلاط. فالمقاس المناسب اللي هو أفضل حاجة يعني ب15 سنتي ما بينها وما بين الرخامة. ده ضمان 5 سنين معاه.
الحاجة التانية برضو ان شاء الله هنتكلم عليها، ان احنا ناس كتير بتعاني من حكاية ضعف المية دي، نحاول ان احنا قبل ما نجرب المية ان احنا نحل الفلتر بتاع القنطرة، لان في ناس كتير بصراحة بعتالي بيقول لك المية ضعيفة، المية ضعيفة. حتى في خلاط الدش برضو الناس بتشتكي من حكاية الضعف بتاع المية، ممكن يبقى شغال في الخلاطات وفي السخان لا، ما بيشتغلش السخان، او المايه بتبقى ضعيفه في الخلاط بتاع الدش، لان السخان عندنا بيبقى بمستوى المسطره معانا، او بمستوى الدش يعني بمعنى صح. فانا عندي السخان بيحتاج ضغط ميه، دي الفلتر اللي انا بتكلم عليه ان احنا نحاول نشيله قبل ما نجرب الميه، ده في حاله ايه، في اول مره. وممكن بعد فتره برضو مع الاستخدام وكده ان احنا نحاول نحله برضو نضافه، مفيش مشكله. ممكن الميه تقطع في الشارع بره في البلديه وبتيجي تاني، بيجي معاها رواسب ورملة وحاجات والحاجات دي بتيجي تسد معانا أو بتضعف المية، فاحنا بنحله بإيدينا عادة بالراحة وبننفضه كويس وبنركبه تاني. فبيبقى عندنا بالنسبة للسخان بيبقى بيحتاج ضغط مية، فأنا عندي الاتنين مستوى واحد، وبتبقى كويسة في حوض الوش وفي حوض المطبخ لأن مستوى الخلاط واطي، فأنا مش محتاج ضغط جامد. لكن في السخان في الدش المية عالية فمحتاج ضغط. في الحالة دي لازم يكون يا عندي مضخة يا عندي خزان على ارتفاع عالي، بحيث ان هو السخان ما يطفيش اثناء ما افتح خلاط الدش او افتح البارد بتاع الدش، يعني ده بيبقى سببه ضعف مية. ده 3 مراحل زي ما احنا شايفين، اول ممكن اشغل على المرحلة الاولى والتانية والتالتة، التالتة دي اعتبر اشد حاجة يعني او اعلى حاجة. او المحبس الزاوية اللي راكب دون ده ركبته عشان الفلتر برضه، لو هو جه 3 مراحل. ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة، وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.